عيال اللي صار اليوم والله لا يدخل عقل انسان ولا كائن فضائي ولا اي شخص في الحياة. اول نقطة الله يبيض وجيهم ورب الايمان ماني بعارف شو اقول، واللي يدلكم اقسم بالله ان سنابات الرجال كلها منزلها بسنابي. اول شيء ماني بعارف اتكلم، ماني بعارف اعبر، ورب الايمان تستاهل الخير وندلدل على حسن خوتك لنا. الله يعطيك العافية والله يا ونعم يعني رجل تتعب معنا وتروح وتجي وفي في مواقف رجولية صراحة ما ودنا نذكرها، لكن الله يعطيك العافية والله ونعم. صار اللي صار لكن العوض عند الله أكبر إن شاء الله. الله ما قصر بإن شاء الله، ترى ما قصر في الرجال ما نسى المتابعين، ترى فوق هذا كله ما نسى الرجال والحمد لله. ترى هذا لكم اي والله ان هذا الجوال لكم أنتم، بإذن الله بنتكلم فيه بعد السنابات بالروق وبفهمكم سالفة كاملة. الله يكثر خيركم وجمل الله حالكم والله يقدرني أرد لكم هذا الجمال. ما تنسى أبو سيف. الله يسعدك وجوه وهم أبو سيف بيض الله وجهه. شوفوا راسل فلوس قيمة الدباب جديد، قيمة الدباب. الله يرحم والدينا، الله يرحم والدينا، الله يرحم والدينا. مو غريب عليكم يا أهل الإمارات. إي والله زين ما ننسى أنا أبو عطنك 10,000 له هم العيال العيال قدموا ناسينا ناسينا لا 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 ناسينا ونسيت بعد سنفور مقدم لي خيل يعني والله العظيم شيء شيء اليوم شيء ما يدخل العقل. الخيل جات والعيال عوضوني بقيمة الدباب، وبرضو شخص من الإمارات أبو سيف مقدم لي قيمة الدباب، أبو شنة جايب لي جوالين ومبلغ مالي. بيض الله وجيكم جميعا، الله يعوض عليكم وإن شاء الله ردها لكم يا رب العالمين. الله يرحم والديكم جال عمركم طويل والله العظيم. والله ما حلفتني زين، اقسم بالله اني راضي وقلت لك انها في درجيلك قبل ما يصير اي حاجه. هذا اقل شيء غد من اول دقيقه انقلب فيها الدباب اني قايل لك انها في درجيلك. احرجتنا والله اقسم بالله احرجتنا، ما شيء احراج بالأمر. ورب الإيمان والشباب برضو أحرجوني، اللي مقدم خيل واللي مقدم 10,000 وبسيف لاهان بعد مقدم 14,000 والعيال تقاطع على 1,000 وجايب لي آيفونين. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم كلكم يا بعد روح يا بن شنة. الله يرحم والديك واسأل الله أن يعوضكم جميعا. طول عمرك اي والله ان شاء الله. انت وين رايح؟ ايش عندك؟ والله تعبان، حلجي عورني خلاص. توني معطيك دواء. طيب الحين بسير اخذ دواء والله جعلك ما جعلك ما تشوف شر. بس يا ولد نظبطها يا اخي. عندك المشكله تعرف شو؟ ايه ان في قصه بينك وبينها. اي هذا هذا احبه، ودي اظبطها ما ودي فيها. عندك اياها ترتيبك عندك والله تبغيه سوه. خليه محتوى، خليه محتوى، خله محتوى والله نظبطها. لو تبي اغير له انا غيرته خلاص قد او انطق لها فيها برجدد. انتو انا سمعت ان اهل الامارات عندهم الاغراض كلها. اي والله تعرف كم سعرها عندنا في الامارات هذه؟ ايه؟ تتوقع كم؟ من 9,000 الى 12,000 اذا كثرت. والله والله هذا شاريه من السعوديه ب 27,000. موديل كم؟ 15 سبيشال اديشن. لا لا مستحيل. وكاله هذا الامارات ما ادري والله 15 هذا لا نقطه. هذا وكاله. اي وكاله يعني اصفار. اي وكاله. وكالة ماكينة ما قد مفكت ما جاء شيء. 32 عندكم احنا عندنا ب 45,000. ايوه شايف اشوف عيني ب 45,000. يا عيال انتم ايش قولكم؟ خلينا نشوف. انا والله ودي ارتبه ترى بتاخذ جديد لان نقول ان شاء الله ان شاء الله. تعال بيك انت تعال تعال فهموني ايش السالفه. انا ما فاهم. طبعا اليوم قلنا الليله استثنائيه لكم بعد التعب والشقا والصدمات. ايوه زين هاي تطلع كلمه. طبعا جينا اليوم مطبخ الفيصل. ايوه جايبين لكم ليله جدا حلوه، ليله استثنائيه لكم انتم، بعيد عن الرسميات بعيد عن التكاليف. اكلات شعبيه اهل تبوك الله يرحمه. بما ان الان هيئه فنون الطهي اعتمدت الطبقه الصياديه هنا في تبوك ظبطنا لكم صياديه مرقوق. ما تبغى اعرف وش مقدمين ها؟ ايه لا لا قل ما اعرف عادي لا تستحي لا تستحي. مقطوطه ومقلقل يعني شيء ان شاء الله شيء يسر الخاطر. الله يكثر خير الله يجعلها وجمل الله حالكم. الرجال هذا معطينا شاليها تقريبا من اسبوعين. بيض الله وجهك اقسم بالله
كرمكم يعني ما ندري كيف نوافي. اي والله اخوان وقشين قد منكم الله يطول عمرك. اي والله جعل عمرك طويل. عاد خشوا الطبخات خشوا خشوا الطبخات. قم قم. طبعا عندنا شيف الصغير في مطبخ الفيصل الله يحفظه. طبعا اول طبق عندنا هنا هذا هلا هلا هذا رز المنسف. طبعا هذا الشيف حسن. هذا رز المنسف وهذا المنسف وهذا المنسف يا حبيبي. الله ايش اللي عندك يا حسن؟ عندي هنا مرقوق وبسرق منكم شوي يعطيكم العافيه. تعال اشرح تعال وين رايح. رز الصياديه والسمك والجمبري كله جوا ما شاء الله. الله يكثر خيركم. عاد هذه من افضل الاكلات. شم الريحه لنا. يا اخي المنسف لا يقاوم. المنسف لا جدا لا يقاوم. لو تاكل ليل نهار منسف والله شكلك بتخلص علينا. واضح واضح بتاكله. تاكله كله. لا 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 بحذفها كله يولي. بسمي بسمي لبيه اذكر هذا مش انت. سلام. اولا الله يكثر خيركم وجمل الله حالكم. ما شاء الله الاكل يعني ما ينشبع منه. الله يرحم والديكم وجعل يدينكم ما تمسها النار ان شاء الله. من يقول يا رب اول شيء حياكم الله. الله يحييك. الله ما لنا فاضل. احنا تشرفنا وكسبناكم يعني. يا بعد روح جملتوا جيتكم لنا. يا بعد روح. الله يوفقكم في حقكم. اي والله الله يوفقكم. لا ما من صور طال عمرك. الله يرحم والديك ابو فيصل. يعطيني 10 من 10 حياكم الله. والله 10 من 10 ولا ابو طارق. والله يستاهلون 10 من 10 وبقوه بعد. اللي اكثر بعد من 10 من 10. احنا في المطبخ عندنا يوم تجي على الماركات يقول لك ميد ان. احنا صنع بحب عندنا ما شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم. الطبخ الطبخ ومع رحلتك لبرا. رحلة برا. اي رحلة برا وكلها راح نشوف في الجروب لازم. تيفي يكرم فيك. اسمع 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 أنا وياك أصحاب صح؟ الله حيا. الله يطول العمر. يا أخي اقسم بالله إني أحبك. تعال تعال. والله إني أحب رب لي. الله هذا الرجل. وأخيرا حلاك. تزبطنا يا باشا. الله يعافيك. المسابقة بإذن الله بتكون بكرة. أبفهمكم كل حاجة. اليوم سووا المسابقة ستور. أنا مسابقتي بتكون بكرة. ترقبوا وبشروا بالخير. ورب الإيمان وصلني كلام منكم. مهما أحط ما أخلص. يا رب قلوبكم وجعل عمركم طويل. والله لا يخليني منكم. والله لا يخليني من أخواني اللي قدموا لي ذا الهدايا. أي والله يعلم الله إن قدرها في قلبي كبير جدا جدا جدا. الله لا يخليني منكم. بس هذا اللي أقوله. أنا خطتي سيس فان شاء الله ان شاء الله نبي يتصلح ان شاء الله. يلا اعطوني رد. اعطوني رد على الكلام هذا الجميل. الله لا يخليك. بس هذا اللي اقدر اقوله. وانا بي انا احسك ما استفدت اي شيء من رحله. خسرت كل شيء بحياتك. خسرت تعب الدباب وخسرت المحتوى مال الدباب. ازعلك في شيء مخسر بقبل الدباب. ارق بعشرة. انا حبيت. طيب حسب ان احنا خلصنا. ابو سيف يقول لك لا يا ابو سيف. اخر واحد ودك تفرغ غضبك فيه. اخر واحد اسمع 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 الدليل قبل سنتين قلت لك انا 100% صح. ايه حلو. انا احس الدليل قام شو هندي. من شفت الوردة عندك احس انك تحب خلاص. هل فعلا انت تحب ولا لا تدري. تعال 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 شوف الضحكة أقول لك كنا بالخمسة عام 85. أقول لك تفكيره كله مشوش. طيب إيش سالفتك صدق تحب أنت ولا مكالمة لما يروح الأماكن وياك صريحاتي ذكرى. إيه يقولي أنت تحب ولا مفارق ولا إيش السالفة. الحين بيعطي قصيدة عاد استوى شاعر. عطنا قصيدة.